وحيد الله أكبر الله أكبر. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. لا إله إلا الله. اهدنا مشاهدي قناة شوف تي في يوم الجمعة، يوم الجمعة الرابعة على التوالي، من أمام مسجد إيران بالعاصمة الإسماعيلية. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا. الله يرفع علينا هذا الوباء. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت أرحم الراحمين. الوباء يا الله.